ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله هنعمل فطيرة الوردة، طعمها حلو قوي وكمان شكلها الولاد هيحبوها. اول حاجة هنعملها هنحط السكر والخميرة وننزل عليهم باللبن الدافي، طبعا لازم يكون دافي عشان الخميرة تشتغل، ونخلطهم كويس. وهناخد من المقدار الدقيق بتاعنا قد كوباية كده تقريبا يعني، ونخلطهم كويس. الحكاية دي او اللي احنا بنعمله ده بيخلي التخمير يبقى سريع شوية، ما يغيبش ان هو يخمر، واول ما هيبدأ يطلع فقاقيع. طبعا انا هوقف المضرب وهسيبه طبعا يخمر شوية، اهينا خمر اهوت. هنبدأ ننزل ببقية الدقيق ونعجنه، والبيكنج باودر وذرة الملح او رشة ملح، وابدا اعجن فيه. طبعا المعجنات بتحب انها تتعجن كتير، ونبدا نحط الزيت واكمل بقيه عجن. وهسيبها حوالي نص ساعه كده تخمر. هنفضل نعجن فيها. انا خلاص اتعجنت اهيت معايا، لقيت العجينه كويسه خالص، هشيلها بقى تخمر، هجمعها واشيلها تخمر. خلاص كده نغطيها بقى ونحطها في مكان دافي. هبدأ اجيب صينية وارشها بالزيت، وهبدأ اقطع العجينة بقى، هحاول ان اخليها قطع متساوية طبعا. وبرضو هسيبها شوية برضك حوالي 10 دقايق ترتاح. كل ما العجينة بتبقى حمرانة معناها بتدي نتيجة احسن. طبعا لو لقينا واحدة كبيرة او كده ناخدها ونحطها لواحدة تانية اصغر كده عجينة يعني. وطبعا عايزين حاجة زي كيسة او مشمع، عندي ببقى شايله الحاجات ديت للعجين، واغطيها تسيبها بقى شويه، وبعدين ابدا باول واحده انا يعني كورتها. طبعا انتوا عارفين بدانا انهي واحده وحطيناها فين. والحشوه طبعا بترجع لكم. انا هحشي هنا جبنه قريش، دي قطاعه بتعمل العجين، بتقطعه ممكن بالسكينة مش لازم القطعة ديت. انا عاملة جبنة قريش بالفلفل، هنا فلفل حراق، وهحطها في الصينية. هاخد واحدة تانية افردها، مقطع بالقطعة نصها زي ما انتوا شايفين كده، هحطها جوه. ونفرد واحدة تانية معنا برضو. شايفين عجينة يعني سلسة خالص، مريحة خالص الفرد. واجيب القطع اقطع بيها، هو انا دي حطيتها مقفوله ورجعت قلت لا احشيها احسن، عشان لقيتها ارتفاعها مش زي اللي جنبيها فمش هتطلع مظبوطه، فهرجعها وهحشيها تاني.
خلي بالنا ان احنا لازم كلهم يبقوا زي بعض. لو اتقطعت كده عادي خالص، احنا كده كده نحط العجينة التانية فوقيها فهتمسكها، وهنقفل. ما تخافوش ده مش هيطلع اي حاجة، بس طبعا الحشوة لازم تكون حاجة ماسكة نفسها، ما ينفعش حاجة سايلة. يعني ما ينفعش نوتيلا مثلا او شوكولاتة، هتسيح معانا. لازم مثلا زي ما انا بحط كده جبنة، عجوة كده، يعني حاجة ماسكة نفسها. هحط بقى بقية الجبنة اللي معايا، انا مبطش اعمل كتير عشان الولاد مش بيحبوا الجبنة قوي. وحتة العجينة اللي انا حطيتها على جنب دي مش هرميها طبعا، هحطها في اي واحدة انا بعملها. حطيتها ونبدأ نكمل الباقي. نقطع بالقطع وبعدين نحط الحشو وبعدين نقفل عليها. اخر واحدة بقى معانا اهيت، احنا مش هنعملها بنفس الطريقة، هنعملها على شكل وردة. هنقطعها دوائر زي ما انتم شايفين، وردك افضل اعمل دوائر تاني برضو لغاية لما اخلص الدوائر كلها. عملتها دايرة الأخرانية برضو، وأبدأ أحطهم بقى على بعض كده زي ما انتوا شايفين، وأقطعهم بالنص وأبدأ ألف. وبعدين أخد اللي أنا بردك التانيين اللي أنا قطعتهم ألفهم، وكده طلعت وردة معانا أهي. هنسيبها تخمر طبعا، وهندهن وشها بيض بشوية لبن. طبعا لو مش مفتح أنا بفتحه. بندهن الوش بتاعها، وهنحط لها شوية سمسم ونسيبها تخمر كده حوالي 10 دقايق ترتفع شوية. وبعدين ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة. هنا بعد ما طلعت طلعناها من الصينية، شايفين جميلة خالص ومستوية وحلوة. جربوها، الولاد هيحبوها قوي. يا رب تعجبكم، والهنا والشفا.